بحث رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل مع سفير السويد بالقاهرة تعزيز التعاون في المجالات الصحية ذات الاهتمام المشترك. وتناولت المباحثات التعاون مع الهيئات المناظرة بالسويد في مجالات الرعاية الصحية وإدارة المستشفيات واستدامة التشغيل بمعايير عالمية. وأشار أحمد السبكي إلى التطلع لمزيد من التعاون مع الشركات الرائدة بالسويد في مجالات التحول الرقمي لخدمات الرعاية الصحية والاستفادة من خبراتها لدعم تطوير مجالات التكنولوجيا الصحية.